أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة مصممة على دفع إيران لتغيير سلوكها عبر وقف صادراتها النفطية بشكل تام. وقال مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية براين هوك إن واشنطن واثقة من وجود ما يكفي من الاحتياطات النفطية في العالم للاستغناء عن الخام الإيراني. وأكد هوك أن العقوبات الأمريكية ضد الشركات التي تتعامل مع إيران ستفرض مجددا على شركات السيارات والمعادن في 8 أغسطس القادم، وعلى التعاملات النفطية والمصرفية اعتبارا من 4 نوفمبر القادم.